السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سامر البكشي من قناة سيارات الأحساء، وإحنا حاليا في اللاند كروزر جي إكس آر 2023. للأسف طبعا ما في الكاربلاي حقها ما يدعم القطعة، ولكن الشاشات كلها زي ما أنتم شايفين تدعم اليوتيوب المتصفح هنا وهنا وفي الأمام، فأمركم طيب يعني كل واحد بروحه، وتقدر تشبك بهذا سماعة البلوتوث تشبكها على الشاشة، وفي سماعة بلوتوث ثانية تشبكها على الشاشة، وهذا حق السيارة كامل. فالله يعطيكم العافية، لا تتضايقون ولا شيء، هذا عندكم يوتيوب متصفح وأموره طيبة لملاك الجي إكس آر لاند كروزر 2022. أنا أقصد الإصدار اللي تكون فيه شاشات ترهيم، هذه شاشة ترهيم عبد اللطيف، هذه شاشة ترهيم عبد اللطيف، وهذا اللي قدام شاشة ترهيم عبد اللطيف. فدلين طبعا الكاربلاي حقهم ما يتحول إلى أندرويد، ولكن فيهم يوتيوب منهم وفيهم زي ما أنتم شايفين. شوفوا هذا المقطع شغال 8K وايد، وهذا الخلف نفس الشيء، شوف فول سكرين، شوف هذا فول سكرين، شوف وهذا أيضا فول سكرين، شوفوا وهذاك فول سكرين. فالله يعطيكم العافية، مبروك عليكم يا روع الجي اكس ار، تقدرون تشغلون يوتيوب، ادري انه من متصفح بس اموره طيبة، هذا شغال زي الحلاوة. الله يعطيكم العافية، معكم سامر البكشي، رقم جوالي 0506908466. لا تنسون الاشتراك في القناة وعطونا لايك ونشروا المقطع، وترى اي سيارة اهم شيء يكون اليو اس بي مو فوق تحت، الشاشة الاصلية حقت اللاند كروزر الفي اكس ار يكون اليو اس بي تحت حقها مو فوق زي هنا، فهذه تدعم كاربلاي، وشاشة الخلفية تكون غير هذه طبعا، تختلف شاشة الوكالة. فالله يعطيكم العافية، معكم سامر البكشي مرة ثانية، رقم جوالي 0506908466، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.